عايزة أسألك برضو، ايه هي يعني احلام المستشار مرتضى منصور لنادي الزمالك، او اللي بيحلم ان هو فعلا يخطط له الفترة اللي جاية؟ طبعا نادي 6 اكتوبر، يعني نادي 6 اكتوبر ده يمكن هو احد الاحلام، وبناء استاد عالمي، بناء استاد عالمي في مدينه 6 اكتوبر، ان الزمالك يؤدي عليه تدريباته ويلعب عليه مبارياته، زائد طبعا الفوز بجميع البطولات، يعني الفوز ببطوله الدوري الموسم ده، الفوز ببطوله كاس مصر، المشاركه في بطوله افريقيا والفوز بيها، والمشاركه في كاس العالم انديه، لان احنا الزمالك اتظلم جدا في حته المشاركه في كاس العالم. انت عارف ان الزمالك ده كان المفروض ان هو اول نادي يشارك في اول بطوله لكاس لكأس العالم العالم الانديه، للأندية. واعتقد كانت في اسبانيا ساعتها، وساعتها اتلغت عشان حصل خلاف مش عارف بين الشركه الراعيه ومش عارف كذا. فالزمالك كان هو اول نادي هيشارك في بطوله كاس العالم الانديه. كل دي احلامه، احلامه ان يكون العضو مبسوط، ويكون العضو كل احلامه متحققه، ويحس بالامن والامان، ونادي طبعا هيتعمل بردك من ضمن احلامه ان هو يبني فندق عالمي في مدينه مرسى مطروح للاعضاء، بحيث ما يبقاش في قرعه للمصيف في مرسى مطروح بعد كده، ان كل الاعضاء تتاح لهم الفرصه ان هم يروحوا صيف يروحوا مرسى مطروح. ويصيفوا وده مرسى مطروح. يمكن هيتعمل السنه الجايه، هيتعمل فندق عالمي من 4 ادوار 5 نجوم لاعضاء نادي الزمالك في مساحه الارض الموجوده، وفي مساحه جنبها تانية هيتم استغلالها لبناء هذا الصرح. يعني حان هو يعني طموح كبير جدا، يعني هنتبسط جدا فعلا لو يتم تنفيذه ان شاء خلال الله الفترة الجاية، واحنا واثقين طبعا في سيادة المستشار انه هيقدر يحقق ويحقق اكتر منه كمان.